مباشرة نقيب لجلال عبد الرحمن رئيس مصلحة الوقاية بالحماية المدنية، أهلا بك معنا سيدي. مساء الخير. مساءك أسعد. إذن هل من تفاصيل حول هذه الحادثة؟ تفضل. إذن حادث مرور خطير شهدته منحدرات عوية الفول صباح هذا اليوم، حيث تلقينا نداء النجدة في حدود الساعة الرابعة صباحا. الحادث يتمثل في انحراف الشاحنة على مستوى منحدر المنيا منحدر عوينة الفول قلت بالقرب من جسر بو بربرة واصطدامها بمسكن الطابق الأرضي، حيث عند وصول مصالحنا وقيامهم بعملية التعرف قمنا بإسعاف الضحايا، حيث سجلنا وفاة الرضيعة لاميم في عمرها 5 أشهر، حيث بالرغم من الإسعافات الأولى المقدمة لها إلا أنها توفت في عين المكان. وقمنا كذلك بإسعاف سائق الشاحنة عمره حوالي 25 سنة، إلى أنه يعني شاف في مقتبل العمر، كانت دون جدوى نعم يعني شاف في مقتبل العمر في عمره يعني 25 سنة 25 سنة توفي بعين المكان. قمنا بعد ذلك بنقل الضحيتين جثث الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بقسنطينة. الضحايا الآخرين يتمثل في كل من سائق مرافق سائق الشاحنة هو الذي توفي في عمره 25 سنة، في حين سائق الشاحنة لم يتوفى كما قلت كما صرحت سيدتي، ولكن تعرض إلى عدة صدمات أدت إلى تهشم رجله اليسرى وجروح على مستوى اليد اليسرى. قمنا بإسعافه حيا ونقله إلى مستشفى بن باديس. الضحية الرابعة وهو صاحب البيت 32 سنة متعدد الإصابات، وكذا الزوجة في عمرها حوالي 24 سنة التي كانت في حالة صدمة. الضحيتين قمنا بإسعافهما عين المكان ونقلهما إلى المستشفى الجامعي. نعم. طيب. الخسائر المادية تتمثل في تحطم كلي لمقدمة الشاحنة وكذا الجدار الخارجي للمنزل. كان حاضر في عين المكان مصالح الشرطة. إذا ضحيتين فقط المتوفيتين، ضحيتين يعني فقط مرافق سائق الشاحنة والطفلة الرضيعة. إذا مرافق سائق الشاحنة عمره حوالي 50 سنة والرضيعة التي عمرها 5 أشهر. رحمة الله عليهم. شكرا جزيلا لك النقيب لجلال عبد الرحمن رئيس مصلحة الوقاية بالحماية المدنية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.